اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. أسلفت أن الإمام صلوات الله عليه كتب إلى عامله مالك الأشتر رضوان الله عليه صفات القاضي وذكرتها في الحلقة السابقة، والصفة التي أطلقها الإمام صلوات الله عليه الأولى على القاضي قائلا بأبي وأمي لمالك ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، وبينت هذه العبارة. من بعد ذلك يقول له ممن لا تضيق به الأمور. شنو يعني ممن لا تضيق به الأمور؟ القاضي أبدا ودائما في معرض التهمة والسباب، ويعني باعتبار أن الناس ما يرضون على أحد بطبيعتهم، ولا سيما القاضي أحد الأفراد الذين هم من المؤثرين في المجتمع باعتبار أنه يقضي بين الناس، والناس بطبيعتهم لا يرضون عن كل شيء. فالقاضي في معرض التهمة، الإمام صلوات الله عليه يقول المالك كون القاضي ما تضيق بي الأمور إذا تهم، بالعكس المفروض يكون واسع الصدر رحب الذراع، يعني عند تحمل كون ما تضيق بي الأمور اللي يسمعها من الخارج ومن نفس الخصوم الذين يمتثلون أمامه في القضاء. وبعد الكثير من الأمور، مثلا القاضي في معرض اللوم من قبل الناس، وعندنا قول يقول ثلاث من كن فيه فهو ليس بقاضي. إذا كره اللائمة، القاضي إذا كره لوم الناس فهذا مو قاضي. ثانية مثلا إذا أحب المحمدة من قبل الناس فهذا أيضا مو قاضي. ثالثة شنو؟ إذا خاف من العزل كذلك هذا مو قاضي. ممن لا تضيق به الأمور، لأنه إحنا عدنا في نهج البلاغة أيضا يقول الإمام صلوات الله عليه آلة الرياسة سعة الصدر. الشيخ محمد جواد مغنية طيب الله ثراه الشارح لنهج البلاغة لما يمر على هذه العبارة يقول يجب أن يكون القاضي عالم مجتهد يستخرج الأحكام من مصادرها ويطبقها في مواردها. وعندنا الكثير من الفقهاء يذهبون إلى هذا الرأي حيث يقولون لا يصح القضاء من غير المجتهد. طيب الإمام صلوات الله عليه يقول ممن لا تضيق به الأمور، بعد ولا تمحكه الخصوم. شنو يعني ولا تمحكه الخصوم؟ بعض الشارحين لنهج البلاغة مثل الشارح المعتزلي يقول الماحك يعني اللجوج، يعني كون القاضي ما يكون لجوجا بحيث أنه يستبد برأيه بلجاجة. عندنا أيضا موجود في نهج البلاغة الإمام صلوات الله عليه يقول في قصار الحكم اللجاجة تسل الرأي، اللجاجة تسل الرأي، يعني تنزع بالرأي، سلة يعني نزعة، يعني اللجوج هذا يذهب
ببهاء رأيه. عمر بن عبد العزيز عزل بعض قضاته لأنه كان يتكلم أكثر من خصومه، ولما سأله قال لما عزلتني؟ قال لأنه تتكلم أكثر من خصومك. والبعض يقول لعله تكون لجاجة الخصوم تأثر على القاضي، على خلق القاضي. فالإمام سلام الله عليه يقول كون هذه اللجاجة تجاه القاضي ما تأثر على أخلاقه ولا تمحكه الخصوم. بعض الشراح لما يمرون يقولون أنه كون القاضي يكون غير غاضب بمهاترات الخصوم التي تحدث في الجلسة، عادة تكون مخاصمات، تكون منازعات، تكون مهاترات من نفس الخصوم. الإمام سلام الله عليه يقول كون هذه الخصوم لا تغضب القاضي ولا تمحكه الخصوم، يعني ما تغضب الخصوم. وأنا بيّنت لك الخصوم تصير عندهم مهاترات أمام القاضي، كون هذه المهاترات ما تأثر على خلق القاضي وتخليه يكون غضبان، بشرط ألا تمس بهيبة القاضي، كون ما تمس هذه المهاترات التي تخرج من الخصوم بهيبة القاضي. ليش الإمام سلام الله عليه ينهى القاضي عن ذلك؟ يقول للقاضي لا تغضب. مو بس هيجي مولانا، عندنا يعني لا رأي مثلا لحاق، لا رأي لحازق، لا رأي لحاقب، به تفصيل موجود اللي يحب يراجع. الحاق الذي يحبس الأخبثين هذا ما يكون عنده رأي. فالغضب من مهلكات الأمور. ليش الإمام سلام الله عليه ينهى للقاضي على أن يغضب بالحكم، يكون غضبان ويحكم؟ لأن الغضب من أوامر الشيطان. يقول للإمام صلوات الله عليه أيضا في نهج البلاغة للحارث الهمداني واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. نعم، ومنشأ شهوة الانتقام. والقاضي إذا كان غضبان وحكم سيكون متبعا لأمر الشيطان لا لأمر الله تعالى، والذي يتبع الشيطان طبعا ولا شك يدخل في الظلم ولا يحكم بالعدل. فاصل قصير وللحديث تتمة. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. ولا تمحكه الخصوم، وبينت من بعد ذلك يقول بأبي وأمي واحدة من صفات القاضي، ولا يتمادى في الزلة. الزلة يعني السقطة، يعني الخطأ. الإمام صلوات الله عليه يقول القاضي إذا خطأ فلا يستمر على ذلك الخطأ. أنت تعلم أن القاضي وأي إنسان في معرض النسيان، في معرض الغفلة، في معرض السهو ما معصوم، فيزل يخطأ. الإمام صلوات الله عليه يقول إذا خطأ القاضي أخطأ، حكم فتحكم خطأ، لا يستمر في ذلك الخطأ.
شارح المعتزلي لما يمر يقول فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقلت لك القاضي وأي إنسان في معرض النسيان والغفلة والخطأ المتعمد وغير المتعمد، الإنسان يخطأ. فالإمام صلوات الله عليه يقول لا يستمر في الزلة، لكن للأسف نشوف في تاريخ المسلمين أشياء من بعض القضاة مو يتمادون في الزلة أو يقعون في هم زلة. يعني هذا القاضي اللي كان عبد الملك ابن مروان، هذا إياس الذكي، إياس الذكي صارت عنده خصومة مع شيخ كبير، فالقاضي قال لإياس أما تستحي وأنت غلام وتتخاصم مع هذا الشيخ الكبير بالسن؟ قال الحق أكبر منه، حقيقة كلمة تهز الأعماق، قال الحق أكبر منه، فعلا أكبر منه ومن غيره. قال له أسكت، قال له وكيف أدلي بحجتي وأنا ساكت؟ بعدين القاضي قال له ما ظننتك إلا ظالما لهذا الشيخ، قال له ما على ظن القاضي خرجت من منزلي. شلون حكم هذا؟ أنت تحكم بالظن. فأكو بعض القضاة في تاريخ المسلمين مو يتمادون في الزلة، لا هو زلة. شلون لما أقول زيد عادل، يعني كثر ما زيد استعمل العدل صار هو العدل بعينه. والكثير من الشواهد في تاريخ المسلمين مو يتمادون في الزلة، لا بل هم الزلة بعينها. فالقاضي إذا خطأ إذا زل كون يرجع، كون يرجع، ولا يقول إني اسم وإني عنوان وفشل من الآخرين، لا أبدا أبدا. ذكرت لك الشارح المعتزلي يقول فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. بعدين أن القاضي إذا خطأ وعلم بذلك الخطأ وتوجه إليه ولم يتدارك ذلك الخطأ فهذا الأمر هو أشد من الخطأ نفسه، من الزلة نفسها. فالإمام صلوات الله عليه يقول شرط من شروط القاضي أن لا يتمادى في الزلة، لا يستمر في خطأه، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه. شنو يعني ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه؟ هنا الفيء يعني الرجوع. شارح المعتزلي يقول ألا يعيا في المنطق، يعني يقول بعض الناس واحدهم إذا زل خطأ حصر، شلون كأنما تصيب الفهاهة، فلا يرجع، فلا خجلا. الإمام يقول لا خلي يرجع ولا يخجل من قول الناس. ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرف، يعني لا يخلي روحه محصورة بالباطل، يعني إذا دخل بالباطل فلا يخلي روحه محصورة في الباطل، خلي يرجع إلى الحق. وقلت لك أني الفيء يعني الرجوع. مثلا احنا عندنا قواعد مثل قاعدة لا إنكار بعد الإقرار، مثلا القاعدة الأخرى تقول
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. مثلا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. خلينا نقول ناخذ هاي الثالثة، خلينا نقول القاضي طلب اليمين من المدعي، هذا خلاف القاعدة. هنا دخل في الباطل. الإمام صلوات الله عليه يقول القاضي يقول ما يحصر روحه بالباطل، خلي يرجع، خلي يقول لا، البينة على من ادعى مو اليمين على من ادعى، فكون ما يحصر روحه بالباطل ويقول أن الناس تقول علي كذا وكذا، وهذا لا يفقه، وهذا لا يعلم، وهذا شو معرفه بالقضاء. الإمام صلوات الله عليه يقول لا، من صفات القاضي أن ما يحصر روحه بالباطل بل يرجع إلى الحق. نعم، على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة لأكمل الصفات التي أطلقها الإمام علي عليه السلام على القاضي. والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته.